مرحبا بكم في الدروس المقترحة لموضوع المتابعة الزمنية لتفاعل كيميائية. المفهوم اللي حابين اليوم ندرسه في هذا الفيديو هو قانون الغازات المثالية وتطبيق تاعو في الحياة تاعنا اليومية أو المشاكل اللي حلقوها في التمارين تاعنا. قانون الغازات المثالية، باش نخدم بالقانون هذا لازم أول حاجة نعرف مفهوم الغاز المثالي. مفهوم الغاز المثالي هو نموذج فيزيائي في الثرموديناميكا لتصرف الماده في الحاله الغازيه. دونك حنايا هذا القانون تاعنا تاع الغازات المثاليه راح نخدموا بها في الحاله الغازيه برك، باش نشوفوا كيفاش الماده تاعنا هذه راح تتصرف، يعني كيفاش الماده تاعي هذه راح اسك راهي راح تزيد راح تنقص ولا تبقى ثابته. يفرض النموذج دونك لهنا هذا النموذج تاعنا هو نموذج فرضي، باش نستخدموه لازم ناخذ بعين الاعتبار هذه الفرضيات تاعنا. الفرضيات تاعنا واش يقول لي؟ يقول لي انه ما كانش تفاعل بين جزيئات الغاز تاعي، دونك لازم ما يكونش عندي الغاز هذا اللي راح نطبقه اللي قانون الغازات المثاليه، لازم الجزيئات تاعو ما يكونش بيناتها تفاعل، وانه جزيئات الغاز تاعنا تكون نقطيه. دونك هاد الخاصيتين لازم يكونوا في الغاز تاعنا باش نقدروا نطبقوا عليه قانون الغازات المثاليه. هاد الخاصيتين راه هي نلقاوها وين؟ نلقاوها في الغازات ذات الكثافه المنخفضه، اللي يلقاو فيها لا دونسيتي تاعها راهي تكون صغيره. كيما نطبقوا هذا القانون على الغازات النبيله، الغازات النبيله هي الغازات اللي ما تكونلهاش جزيئات، يعني تكون الذرات تاعها تكون منفرده مثل الهيليوم النيون والارض. حنايا في التجارب تاعنا بينت لنا بلي انه في درجه الحراره والضغط العاديه، يعني درجه الحراره والضغط الجوي تاعي، تخضع الغازات الحقيقيه الى قوانين الغازات المثاليه. دونك الغازات اللي قاعدين نستخدموا فيها هي غازات حقيقيه، بصح بينت لنا تجربه بلي كاين فرق صغير ما بين النتيجه اللي تعطيني الغازات الحقيقيه وبين النتيجه اللي نستخدموا بها الغازات المثاليه. وكما انه قوانين الخاصه بالغازات الحقيقيه هي قوانين صعبه ومتعدده، دونك لهنا راح رانا نفضلوا ان نخدموا بالقوانين تاع الغازات المثاليه لما يكون عندي الخطا تاعي راهو صغير. دونك نعتبروا الغازات الحقيقيه مثاليه ما دامت بعيده عن الحاله السائله. دونك لما تكون الغازات تاعي راهي بعيده عن الحاله السائله او الحاله المميعه، دونك لهنا نقدروا نستغلوا هذا القانون. قانون الغازات المثاليه واش يقول لي؟ يقول لي اذا شغل غاز مثالي حجم في تحت ضغط بي ودرجه حراره مطلقه بي وكانت كميه ماده هذا الغاز اللي راح نستغلوها هي كميه الماده بالان، فانه قانون الغازات المثاليه واش راح يقول لي؟ يقول لي بلي بي في يساوي لي انا بي، يعني الضغط في الحجم اللي يشغله لي الغاز راح يساوي لي كميه الماده في ا في تي. ارتنا هذه شكون هي؟ هي الثابت العام للغازات المثاليه اللي قيمه تاعها تساوي 8.31، وهذا راهي في النظام العالمي سيستم انترناسيونال اس. ملاحظه، دونك حنايا القانون هذا باش نستخدموه لازم نعرف الوحدات. دونك الوحدات لهنا الضغط راهو بالباسكال، الحجم اللي نستخدموه لهنا بالمتر كيوب بالمتر مكعب، كميه الماده راهي بالمول، ودرجه الحراره راهي بالكلفن. دونك لازم باش نستخدموا هذا القانون تاعي لازم يكونوا كل الوحدات تاعنا راهي صحيحه، ولهذا راح نشوفوا شكون هما الوحدات والانظمه اللي راهي موجوده لقياس الضغط وقياس درجه الحراره تاعي. اما بالنسبه لكميه الماده والحجم نعرفوها، دونك كميه الماده هي ان راهي بالمول والحجم راهي بالمتر مكعب، وحنا الحجم راح يمدوا لي يا اما باللتر راح يمدوا لي بالمتر مكعب، دونك هذو نعرفوهم. ما يبقى لنا الا الباسكال والكلفن. الباسكال والكلفن هما قيمتين جديده علينا، دونك نشوفوا واش معناها الباسكال والكلفن. دونك مقدار الضغط تاعنا، الضغط واش يساوي لي؟ الضغط هو عباره عن قوه على مساحه، دونك هو لا فورس سور اون سيرفاس، هذا هو قيمه الضغط. قوه تاعنا شكون هي؟ هي بالنيوتن، والاس فورس سيرفاس المساحه هي بالمتر مربع. دونك نيوتن على المتر المربع، هذا المفهوم واش نسميوه؟ هو اللي نسميوه الباسكال. دونك الباسكال هو شكون؟ هو نيوتن على المتر مربع، ونرمز له اختصارا بي بي ا. حنا هذا الباسكال هو قيمه صغيره بالبزاف، دونك هذه القيمه هي قيمه صغيره بالبزاف. منين نعرفوها؟ عندنا الضغط الجوي، الضغط اللي مطبق علينا من طرف الجو يساوي لنا شحال؟ يساوي لي 1.013 × 10^5 باسكال.
دونك واحد اتموسفير كيساوي لي 1.0 13 في 10 قوة 5 باسكال. عندي مختلف الوحدات الثانية لقياس الضغط، نقدر نقيسوا الضغط بالبار كما قادر يمد لي الضغط تاعي بالسنتيمتر الزئبقي اللي يساوي لي 76 سنتيمتر زئبقي اش جي. هذا بالنسبة إلى مفهوم الضغط والسلم المستخدم فيه. أما بالنسبة إلى درجة الحرارة، السلالم المختلفة في درجة الحرارة هي السلم المئوي اللي هي الدرجة المئوية، السلم الفهرنهايتي اللي هي الآف، والسلم المطلق أو الدرجة الكلفينية اللي هي كم. السلم تاعي المئوي نعرفوا مميزاته أن درجة حرارة التجمد تاع الماء هي زيرو درجة حرارة مئوية، وأنه الدرجة 100 هي الدرجة الخاصة بدرجة الغليان تاع الماء اللي هي 100 درجة مئوية. أما بالنسبة إلى السلم الفهرنهايتي فهذا السلم مستعمل في إنجلترا والدول التابعة لها، رمز تاعها هو F، ودرجة الماء تاعنا التجمد هي 32 درجة فهرنهايتية، والغليان هي 212 درجة مئوية. السلم المطلق اللي راح نستخدموه في الغازات الميثانيه هو معرف بالكتابه كلفن، الكلفن درجات الكلفن، وهو وحده مطلقه يبدا الماء بالتجمد في درجه 273 كلفن ويغلي في درجه 373 كلفن. القانون تاعنا اللي راح يربط ما بين درجه الحراره بالكلفن ودرجه الحراره بالسلسيوس اللي هي درجه مئويه هو دي يساوي لي توتي تي زائد 273، هي بالضبط هي 273.15. باش نسهلوا علينا الحسابات راح ننزلوها ب 273. المفهوم الاخير هو عباره الحجم المولي. عباره الحجم المولي في مولات شكون هي؟ عباره الحجم المولي هي حجم واحد مول من الغاز، يعني واحد مول من الغاز شحال راح ياخذ لي من حجم في قاروره مول. دونك حنايا باش نعرفوا قيمه هذا الحجم تاعي ولا اش نستخدمو، نستخدمو قانون الغازات المثاليه. قانون الغازات المثاليه واش يقول لي؟ يقول لي بي في يساوي لي ار في ار في تي. القانون تاعي يقول لي بي في مولار يساوي لي ار تي، ومن هو في مولار الحجم المولي تاعي يساوي لنا ار تي على بي. ناخذ مثال، اذا قسنا الحجم المولي لغاز في شروط نظاميه وكان بي يساوي 90 اتموسفيريك ودرجه الحراره 27 درجه مئويه، شحال راح يكون عندنا الحجم المولي تاعي؟ نطبقوا القانون تاعنا. القانون تاعي واش لقيت؟ لقيت بلي في مولار الحجم المولي يساوي لي هو ار في تي على الضغط بي. دونك ار هي الثابت العام اللي هو 8.31، قلنا تي لهنا لازم دوما تكون لي بالكلفن. دونك الكلفن حنا قداش عطاني درجه؟ عطاني 27 درجه مئويه. 27 درجه مئويه دونك 27 نزيدوها 273 باش نحولها الى الكلفن، والبي لهنا القانون تاعي راح يقول لي بي انها بالباسكال، وحنايا في التمرين شحال عطانا؟ عطانا 2 اتموسفيريك. شفنا في المطايات بلي انه كل واحد اتموسفيريك يساوي لي 1.013 في 10 قوة 5 باسكال. دونك هذه هي الطريقة كيفاش نحسبوا حجم الغاز تاعي، ومنه الحجم المولي للغاز تاعي في الشروط النظامية راح يساوي لي 1.23 في 10 قوة ناقص 2، والحجم اللي هنا راهو بالمتر مكعب، على خاطر ماشي النتيجة تاعي راهي مواطات، قلنا دوما الحجم بالمتر مكعب. إذا حبينا نعرفوها باللتر، عندي واحد متر مكعب يساوي لي شحال؟ يساوي لي 1000 لتر، ومنه 1.23 في 10 قوة ناقص 2 متر مكعب راح يساوي لنا إكس. ومنه لإيجاد الحجم تاعي باللتر ندير ضرب الوسطين في الطرفين، ومنه في مولار تاعنا اللي هنا راهو باللتر يساوي لنا 1.23 في 10 قوة ناقص 2 في 1000، ونلقاو الحجم تاعي في مولار باللتر يساوي لنا 12.3 لتر. وهذه هي الطريقة اللي تخلينا أن نحسبوا الحجم المولي لغاز معين في درجة حرارة وضغط معطى. وشكرا.